الرئيس السيسي يصل شرم الشيخ قادما من ألمانيا بعد زيارة استمرت 4 أيام. وزير الخارجية الأمريكي يدعو إلى وقف القتال في اليمن خلال 30 يوما. الولايات المتحدة تعرب عن قلقها تجاه القصف التركي المستمر على شمال سوريا. السادسة صباحا الرابعة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة شرم الشيخ، وذلك عقب زيارته الرسمية إلى ألمانيا والتي استمرت 4 أيام. وشهدت زيارة الرئيس لبرلين برنامج عمل مكثف، حيث شارك الرئيس السيسي خلال الزيارة في مؤتمر المشاركة مع إفريقيا، كما التقى نظيره الألماني والمستشارة الألمانية أنجلا ميركل ورئيس البرلمان، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في ألمانيا ورؤساء كبرى الشركات الألمانية. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التزام مصر بمساعدة حكومة جنوب السودان على الاستمرار في القيام بواجبها ومسؤولياتها لتنفيذ اتفاق السلام الموقع الشهر الماضي. وأعرب مدبولي في كلمة له نيابة عن الرئيس السيسي في احتفال جنوب السودان بمناسبة التوقيع على اتفاق السلام عن استعداد مصر للمساعدة في تنفيذ الاتفاق، بما في ذلك إنشاء بعض المواقع وتدريب جيش جنوب السودان الجديد، بالإضافة إلى المشروعات التنموية. توصل فريق خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وأوضح الصندوق في بيان له أنه باستكمال هذه المراجعة سيتاح لمصر الحصول على 2 مليار دولار، ليصل مجموع المبالغ التي أتيحت في ظل البرنامج 10 مليارات دولار عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق. وذكر الصندوق أن فريق الخبراء زار مصر في الفترة من 18 إلى 31 من شهر أكتوبر. أعلن القائمون على تنظيم فعاليات منتدى شباب العالم 2018 في شرم الشيخ عن بدء الورش التحضيرية لجلسات المنتدى. ودعت صفحة منتدى شباب العالم على فيسبوك المشاركين إلى الاستعداد لهذه الورش والتي تنطلق اليوم قبيل بدء فعاليات مؤتمر منتدى شباب العالم في الفترة من 3 حتى 6 من الشهر الجاري. قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة في اليمن ينبغي أن تبدأ الشهر المقبل. وأكد بومبيو ضرورة وقف القتال في اليمن خلال 30 يوما، وشدد على أهمية توقف ميليشيات الحوثي عن تنفيذ ضربات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة ضد المملكة العربية السعودية. أعربت واشنطن عن قلقها تجاه الضربات التركية على شمال سوريا، وذلك بعد ساعات من إعلان قوات سوريا الديمقراطية وقف حملتها ضد تنظيم داعش الإرهابي بسبب هذه الهجمات. واتهمت قوات سوريا الديمقراطية تركيا بالسعي لتخفيف الضغط على عناصر داعش من خلال قصف مناطق الأكراد لإجبارهم على التراجع. وكان الجيش التركي أعلن مقتل 34 مسلحا كرديا في غارة جوية، كما هدد أردوغان بإطلاق عملية عسكرية وشيكة في شرق الفرات بحجة القضاء على الإرهابيين. انتهى الموجز، والمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.